السلام عليكم بنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم في فيديو جديد على القناة ديالكم لو في ميزون. الوصفة ديال اليوم غتكون هي عبارة على سيرو ديال الشوكولا اللي غيكون قاعدة لبزاف ديال الوصفات جايين ان شاء الله. كنستعملوه في لي غلاس، كنزينو به لي كيك، كنزينو به لي كوكيز، يعني كنستعملوه بزاف ديال الحوايج وكيجي بنين، كيجي رائع، كيجي بحال السيرو ديال واحد الماركة معروفة سميتها غشيز ديال الشوكولا، هي ماركة أمريكية. كنتمنى أنكم تجربوه وينال الإعجاب ديالكم إن شاء الله. ودابا نبقاو مع المقادير. المقادير ديالو راه سهلة وبسيطة وباينة. عندنا 300 غرام ديال السكر سنيدة، عندنا واحد ساشي ديال الفاني، عندنا 60 غرام ديال الكاكاو المر، ماشي كاوبيل أو لاكولاكاو، الكاكاو المر. عندنا 240 غرام ديال الماء، واحد القبيصه الملح ديما باش كنهرسوا ديك الجهد ديال الحلاوه. ودابا ندوزوا للطريقه اللي حتى هي سهله ما فيها حتى شي تعقيدات. اول حاجه بدينا بها درنا السكر والماء في واحد الكاسرونه وشعلنا عليهم، غنزيدوا عليهم دابا الفاني حتى هو، غنخليهم حتى يذوبوا. كيذوب وكيبدا اللون ديالو كيتبدل بحال كيولي غادي لصفوره. من بعد ما السكر ذاب وبدا السيرو ديالنا كيغلى، دابا غنزيدو هذاك الكاكاو. الكاكاو خصو يكون مغربل، ضروري يكون مغربل باش ما يتكورش لينا، وغنحركوه. كنأكد على المسألة ديال أنه يكون مغربل حيت غير كيتكور هو شوية سونسيبل. نخلطو مزيان ونخليوه يغلى واحد 5 دقائق تقريبا، حتى كيبدا كيطلع، كيبان لينا أنه كيطلع بحال الحليب فاش كيبغي يفيض. هو دابا مازال كيطيب، دابا يلاه داز تقريبا واحد 2 دقائق، غنخليوه مازال. بطبيعه الحال العافيه تكون مهيله، الا كانت العافيه مجهده راه غير غيطلع لكم، العافيه تكون مهيله باش ما يجي فين يتعلق حتى يطيب لينا، وديك الساعه غنطفيو عليه. السيرو ديالنا دابا هو طاب وجد، دابا بقى لنا نسيتو ديك القبيصه ديال الملح، ونخليوه يبرد. هانتوما شوفوا الكثافه ديالو في اللون كيفاش كتكون، اما كيكونش كيكون جاري شويه، حتى كيبرد عاد كيعقد واحد شويه. نتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي ديالو ان شاء الله. السيرو ديالنا من بعد ما دفى ها هو، خليته غير برد واحد شويه، باقي دافي. انا كنخزنو في قرايه بحال هكا باش كيسهل عليا الاستعمال ديالو. عطيتكم هاد الوصفه هادي حيت ان شاء الله غنقدم لكم بزاف ديال الوصفات اللي كنستعمل فيهم هاد السيرو، دي غلاس، دي كيك، فشفت انه من الاحسن نعطيكم هاد الوصفه هي الاولى تبقى عندكم. لي كريب كذلك حتى هو كيجي فيهم غزال. وكنتمنى انني نكون فدتكم وان هاد الوصفه هادي تنال الاعجاب ديالكم. وما تنساوش دائما تضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم الجديد ديال القناه ديالنا. ودمتم بخير وعلى خير ومع السلامه.